أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. ضيوفنا مع التغير هم ومواقع التواصل الاجتماعي الموجودة كلها في برنامج كورة تظهر على الشاشة تباعا. ناصر الشمراني الهداف العائد من الإصابة والذي لا زال يقدم نفسه كهداف ثابت لعدد من المواسم الرياضية الأخيرة. تحدث عن ناصر الشمراني. لاعب يقدم مستويات مميزة ويهز شباك الخصوم ومتصدرا للهدافين بفريق يقدم أسوأ مستوياته هذا الموسم، وهذا الأمر لا ينطبق إلا على مهاجم الشباب ناصر الشمراني. وبالرغم من ظروف فريقه إلا أن ثقافة الهداف لم تغب عن هذا اللاعب، والتي حضرت بتسجيله 13 هدفا. فالزلزال الشبابي تولى شارة القيادة لفريقه بعد غياب أبناء عطيف، مما جعل الثقل عليه أكبر في التهديف وقيادة دفة الفريق وسط الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الشباب هذا الموسم. ويسعى ناصر إلى حمل هذه المسؤولية لتحسين مستويات الشباب وعدم التفريط في النقاط فيما تبقى من الجولات القادمة من دوري زين السعودي لضمان مركز مؤهل لكأس آسيا القادمة. المرحلة القادمة ينبغي لها جهد أكبر من الشمراني لإبقاء الشباب في المنافسة على المراكز المتقدمة. ناصر الشمراني رقم صعب في منافساته هذا الموسم، إلا أن الظروف غيبت الزلزال في جولتين سابقتين، واستطاع أن يظهر في مشهد الهداف مناصفة مع محترف الفيصلي ميغان ميميري. فلننتظر ما سيقدمه لنا الزلزال الشبابي في الست جولات القادمة، وهل يستطيع إنهاء هذا الموسم في صدارة الهدافين كما فعل في موسمين سابقة. كابتن ناصر الشبراني. ناصر لا شك للسنة الثانية والثالثة هو هداف الدوري، أعتقد أن هذا شيء جيد، يعني قاعد يقدم نفسه، ولكن يعاب على ناصر هي نرفزة زايدة ولا لاعب. في ناس يقول نرفزة وناس يقول حماس. لا شوف نرفزة حماس ولا نرفزة. يفترض ناصر يستفيد من اللاعبين اللي قبله، يعني الهدافين مثال ماجد عبد الله، مثال سامي جابر، مثال فهد المهلل، يلاحظ تحركاتهم وين يطلب الكرة. ناصر احيانا يعني يزاحم زميله المهاجم. طب خليني اقول لك شيء، في نقطه مهمه، يعني قبل شوي كنا نتكلم عن اداء الفريق الشباب انه اداء هابط المستوى. نعم. لما يكون واحد ما عنده ممولين بشكل مستمر والفريق يعاني من هبوط في الاداء وهداف الدوري نقول برافو جيد على يعني، ولكن برضه لا نعطي الاهتمام. احيانا مثلا نقول والله هدف الدوري، هدف الدوري ما تعني لي بطوله، الاهم البطوله لما نقارنها بين المستويات، ولكن نقول انجاز جيد اقوى دوري عربي والحراس مستوياتهم يعني. طب هو على الاقل قاعد يسوي اللي عليه، يخدم نفسه بنفسه الان ناصر. أيه. بعد رغم الاصابات يعني الشباب قاعد يؤدي، لكن انا قاعد اسوي اللي عليه، قاعد يميز نفسه بنفسه، ولكن ما يعب على ناصر. ناصر لو يعني استفاد برضه من ما سبقه في عملية التمركز وطلب الكرة وعدم النرفزة، أعتقد يكون من أفضل المهاجمين في المملكة. هذا رأي كابتن سلطان خميس حول أهداف الدوري. نروح نشوف شباب